نروح نشوف هل بالفعل كان في ضرب او في تراشق او حتى باللفظ ما بين كارديرون واسامه نبيه، او مشكله حتى باللفظ يعني، او حاجه نشوف نتاكد من علاء حمام ونشوف علشان نختم الملف ده، عشان نروح لكارثه احمد مجاهد وتامره على الاهلي. يا ابو يا علوه، صح ولا غلط؟ ايه هو اللي صح ولا غلط؟ الموضوع بتاع لا لا، الموضوع ما حصلش خالص. كابتن اسامه اولا الراجل كان حزين جدا بعد نهايه المباراه، وقعد كام دقيقه كده على الدكه. بعد كده الراجل خب بعضه ودخل الاوضه ما عادش كام دقيقه فيها، وخب بعضه ومشي حتى لوحده، ما ركبش الاتوبيس. كان زعلان جدا جدا وخب بعضه الراجل ومشي لوحده، ولا احتك بكارترون ولا اتكلم معاه اصلا. طيب اخدك لحاجه تانية مهمه، ده دورنا على كان احنا لما لقيت الموضوع منتشر برضه كان نبقى امنا في اخبار الزمالك، كان لازم نتاكد لا صحه بالمره لتبادل وتراشق لفظي او يدوي ما بين وما بين الكابتن اسامه نبيه وكارديرون. وخلينا ننفرد بالتفاصيل، الكابتن اسامه قعد على دكه البدلاء لدقائق بعد انتهاء المباراه، في حين كارديرون غادر دون ان يسلم على احد ومشى وحده، ومشى في عربيه خاصه ولم يصعد الاتوبيس. ده بس الكابتن اسامه مشي برضه راجل في عربيه لوحده ما ركبش حتى الاتوبيس، وده ودي كواليس خاصه بينا، ولا صحة بالمره ان حصل اشتباك لا لفظي ولا يدوي. طيب خد الهبده دي وادخل بيها التاريخ. اتفضل. الكابتن خالد الغندور، وانا بس مش هغلط يعني عشان مش عايز حد يمسك عليا غلطه يعني، لاني انا بطلت اغلط في حد. الكابتن خالد الغندور دلوقتي بيتكلم وفجر مفاجأة. مفاجأة. خلي بالك انا ليه جبت كلام الكابتن فاروق احفر وكلام خالد الغندور؟ علشان خاطر الناس اللي كانت بتشتمني وبتقول ان الاهلي رجع الدوري الموسم اللي فات وهو عارف انه هيبوظ اتنين موسم، وده كان كلام مرتضى وامير ولده، بس ما كانش غير كلام مرتضى وامير ولده في التاريخ. وساعدت قناة الزمالك على تضليل الناس. اتفرج بقى الآراء اتغيرت ازاي. الكابتن فاروق احفر قال لك في تعب بدني وإرهاق. خد بقى خالد الغندور والمفاجأة. كابتن خالد الغندور بيقول لك ايه؟ يا جماعة اللعيبة مرهقة جدا، ولازم حل وحد للمباريات المتلاحقة، في إرهاق بدني، وإحنا هنلاعب بيراميدز يوم الأحد، وبيراميدز مريح الاساسيين الماتش اللي فات، احنا هنلعبهم الماتش الجاي، هنعمل ايه واحنا مرهقين بدنيا؟ سبحان من يغير ولا يتغير. كنتوا بتشتموني امبارح وبتتهموني ان انا بطبل للاهلي، كان بقول كلمه الحق وبقول اللي بيتعامل ده انتقام من الاهلي، وانا مع سيد عبد الحفيظ قلبا وقالبا في اللي بيقوله، حتى وضربت مثل قلت حتى علاء حمام الراجل قال لي يا عمي الاهلي زيه زي الفرق التانية، قلت له لا الزمالك مريح اربع ثلاثة والاهلي لعب في اليوم الثالث، الزمالك في اليوم الرابع، قال لي ما الاهلي زيه، لما رجعنا للجدول ما لقيناش الاهلي على نفسه، قال لا ده ما ينفعش. تخيل انت خالد الغندور ونفس القناة تطلع بنفس الكلام اللي انا بقوله ليا خمس ايام، بس النهارده كان اتعادلوا مع المقاولين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب خد بقى خطة الباسبور، عرفت لك بقى كواليس الباسبور. لا بس تقول لي رأيك الأول في الهبت ده. ما بص عشان ده واضح كده إن كله بيهر على نفسه قبل مباراة بيراميدز، بس عشان يبقى بس. وهم اللي حطوا نفسهم في الموقف ده لما مشوا باتشيكو وجابوا المالط اللي اسمه كارتيلو. حلوة بيهر دي. خلينا واقعيين يعني، خلينا نتكلم بكلام واقعي. بص بقى خد هبدة الباسبور. عرفت لك انا التفاصيل. اتفضل يا حبيبي. محدش كان متوقع التعادل بتاع النهارده. خالص. فوكيل كارتيلون سرب ان الراجل متضايق وانه عنده عروض وانه خد الباسبور وان هو مخنوق وان هو واخد الباسبور وبيعيد حساباته. وان هو بيعيد ايه؟ حساباته. كنوع من الضغط يعني، انه بيعيد ايه حساباته. ما هو واد سم انا عارفه، واد سم حرفيا انا عارفه. حبيبي ياخد الباسبور، حبيبي يمشي، ده مدرب على قده، مدرب قليل. كان خطا كبير جدا التعاقد معاه، السبب المباشر من خروج من دوري الابطال هو اساسا. صح. راجل هيضيع الدوري، ما بيعرفش يجمع نقط، قاعد بيهر على نفسه، خايف من ماتش بيراميدز، وباين عليه
بيضيع 2 بونت كانوا في المتناول، مع احترامنا للكابتن عماد النحاس واحترامنا لنادي المقاولين. لا حقك، وكل الناس قالت كده، لان لما تيجي تتكلم على الورق الزمالك يفوز. واحد لقى مدرب مالت واقع قليل فبيعززه، يقول لك الراجل خد الباسبور والراجل ده ياما يمشي. يا بيه هو معلم في هو معلم في الفيلم ده يا حبيبي. يمشي يمشي يا حبيبي. انت محسس ان انا كسرت الدنيا؟ محسس ان انا تاهلت في دوري الابطال وان انا غلبت الاهلي؟ ومحسس ان انا مكسر الدنيا؟ واهم نفسك ان هو حاجه جامده، هو حاجه على قدها، مدرب على قده على قده على قده، ما بيعرفش يقرا ملعب، ما بيعرفش يعمل تغييرات. فيمشي. ادي فيلم. طيب جاءنا الان الفيديو الذي صب فيه الكابتن عماد النحاس. اعتقد ان مفيش تغطيه، احنا بنعمل تغطيه في افستر. انا بقول لكم غيرت السكريبت، انا نفسي النهارده عامل سكريبت ان الزمالك فاز على المقاولين، وهتكلم مع علاء 10 دقايق. احنا لينا دلوقتي ساعة ونص في ماتش الزمالك والمقاولين، لان هو الحدث. هاشتاجات وسوشيال ميديا متقطعة، فليرحل هذا الكارديرون وياخد معاه حازم فتوح في ايده. الناس بتقول كده وانا لسان الناس، حتى لو الناس دي بتشتمني وبتكرهني هفضل لسان الناس. تعال نشوف الفيديو يا جماعة. اهو الفيديو جاء. انا اهو كان اثناء الماتش وكان هو خارج. يعني انت انا بجيبه بس من الاول يا جماعه، انا بمنتج على الهوا وبعمل كل حاجه على الهوا. Cell battery please charge. Cell battery please charge. معلش البتاعة تفصل. Cell battery please charge. والكان وراح للحكم الرابع بيشكيله، واديكم سمعته وهو بيقول كلمة رمضان كريم واضحة جدا. يا علاء كلمة رمضان كريم واضح جدا الشتيمة. كنت بشرب بس، وفعلا واضحة طبعا. هو الكابتن عماد راجل مؤدب اصلا. لحظة بس عشان عندنا كارثة هنا. حد بعت لي الكورة بتاعت اشرف بن شرقي اللي زق فيها نمرة 10، ضربة جزاء اهي. حد بعتها لي اهو، الاستاذ وائل مرعي بعتها لي. ها طب اصبر اتفرج عليها معاك، ولا انت مش عامل حاجه؟ لا 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 اعرضها. لا لا هي اصلا 3 ثواني. اجهز وانا اعرضها لك. ضربه جزاء. طب ماشي. والاخوه والعيش والملح ضربه جزاء. طب ماشي اشوفها. ماشي. ده لو حكم ظالم يحسبها من بره الخط. طب ماشي وريها لنا. طب نشوفها يا عم. ما اوريها لك يا عم، هو انا اخبي عنك حاجه؟ معاش اللي يخبي عنك حاجه يا عم. طيب اتفضل. استنى يابا بس اكبر لك الشاشه. طب اقفل عشان اشوفها. اشوفها كده ازاي؟ طب ماشي يلا اهو اهو يا جماعه. ضربه جزاء ما بيتكبرش البتاع ده ولا ايه؟ طب هي مش هتكبر. ماشي عشان على الفيسبوك. حد بعتها لي رابط فيسبوك اهي. بصوا يا جماعه اهي اهي اهي. هتيجي تاني، هتتعاد تاني دلوقتي اهي. يا لهوي يا لهوي يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل. يا حد بيقول لي بعتها لك على الواتس، بس للاسف الشديد انا عندي 7000 رساله على الواتس. والله العظيم عندي 7000 رساله. يا رب اشوفك. اهي
نرجع لعلا حمام. بصوا يا جماعة شفتوها؟ شفتوها دقيقة نرجع لعلا حمام. خلينا نزيحها من هنا. مرتين تاني. شفتها يا استاذ علاء؟ اللعيب المقاولين ده ياخد اوسكار واخد بالك في الوقوع. ياخد اوسكار يا علاء حتى ما لا ترقى الفاول. يا راجل ده لو اشرف بن شرقي زقه بايديه الاثنين ورجليه الاثنين وجاب معاه قرايبه مش هيوقعوا الوقعه الجامده قوي دي اللي خد لك عبد الله بكر. يا علاء حرام عليك حرام عليك. حرام عليك يا راجل. حرام عليك يا راجل. الراجل ده التحام عادي الراجل بيقع اكنه بيترمي استدق بالله يا علاء. يا راجل ده ضربة جزاء وشهر حبس. يا راجل اقسم بالله ابدا ده ياخد اوسكار في التمثيل. يا راجل ده حط ايده عليه راح واخد لك عبد الله جمعه في حضنه ووقع كانه مرمي من الدور السابع. ايه اصلا عبد الناصر ده باين قوي انه بيمثل يعني. يا بيه لو لولا اخت حاجه يا استاذ عبد الناصر الالتحام حاجه عشان تبقى فاهم حاجه والزقه حاجه تانية. انت بتجري بالكوره انا لما زقك هتقع مكانك مش هتاخد الدفعتين خطوتين وتاخد. بص يا علاء هي للامانه على الخط فاول بره منطقه الجزاء. يا اخي يا استاذ ناصر احنا لعبنا كوره حضرتك ماشي بالكوره انا لما زقك هتقع مكانك مش هتنط من مكانك خطوه الا لو انت بتدعي عشان بس هي بتجيبها على بلاطه. الراجل ماشي بالكوره انا لما زقك هتقع مكانك من قوه الدفعه تتكعور لكن ما تنطليش نطتين وتاخد عبد الله جمعه في حضنك وتقع. انت ماجي للبلاش يا راجل الهطف ده ياخد اوسكار في التمثيل ده. مين اللي بيعمله ده ومين يحسبها له دي ان شاء الله؟ ده لو ضربه بالنار مش هينط النطتين دول وياخد عبد الله جمعه ويقع بيه بالشكل ده. ايه اللي بيعمله ده؟ طيب يلا باينه يعني. طب قول لنا ماذا لديك عشان عندنا مصيبه في اتحاد الكوره لو سمحت. يلا ربنا شر النصايب. الزمالك هيتدرب بكره طبعا عندنا مباراه بيراميدز وانا بقول لكارتون خليك راجل وخد الباسبور وامشي. بس مش بيراميدز ده اللي اسامه نبيه بعد اذنك. خليك راجل ومعاك باسبورك ومعاك احترامك وامشي وسيب ماتش بيراميدز واسامه نبيه. الاستاذ مجدي كامل بيقول لك بنعتذر لك يا استاذ علاء انت ما شفتش ايد بن شرقي يبدو انك انت الصوره وصمتك. لا شفتها والله يا استاذ مجدي انا شايف بن شرقي بس مش دافعه تخليه ينط النطتين دول ويقبض ياخد عبد الله جمعه في حضنه ويقع بيه. ايه ده؟ نورت المحكمه يا باشا. الله يخليك يا استاذ عبد الله تحياتي لحضرتك. شكرا.